اهلا واسعد الله يومكم ان شاء الله بكل خير، وحياكم الله معاي انا لما سعود. كثير نسمع في وطننا العربي عن مقاهي او مطاعم للعوائل فقط او قسم للسيدات فقط، لكن في لندن ومقهى للسيدات فقط، نعم حريم السلطان. نزولاً عند رغبة وطلب كثير من السيدات العربيات في لندن، وخاصة اللواتي ما زلن متمسكات بعاداتهن وتقاليدهن، قامت السيدة نسرين بفتح مقهى يحفظ خصوصية هؤلاء السيدات. الفكرة اجتني من مبدأ لما كنت أطلع أنا وصديقاتي يعني، وبعدين نسوي جمعات بالبيوت وهيك بيوت صغيرة، وصار بدنا محل يعني دائما نختلف على المكان اللي لازم نجتمع فيه. أنا لما اخترت الاسم اخترته من كلمة حريم، هو الحريم بيدل على النساء، والسلطان هن حريم السلطان اللي بيكونوا سلطانات رح يتدللوا. معظم الأكلات المقدمة هي الأكلات السورية الريفية والشعبية والتي يقوم بإعدادها سيدات فقط. في شغلات كثيرة أنا بحضرها أنا بزبطها، يعني لازم تكون يعني ما بصير إلا ما أكون أنا موجودة. هلأ في نسبة من الأزواج يعني اللي أنا شفتها ما حبوا الفكرة، لأني طلعاتهم صارت تصير أكثر. هلا انا لفكر اتوسع ببريطانيا بقول لك لا، يعني بدي بلندن هي نفسها، اللي برا يجوا لعندي. هو كل شيء الست ما لازم تقول في شيء مستحيل.